حدثنا محمد بن عبد الرحيم اخبرنا روح بن عباده حدثنا زكرياء بن اسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه توفيت اينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لي مخرافا واشهدك اني قد تصدقت به عنها